حياكم الله. في أول زيارة له بعد تسلمه المنصب، وصل وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري إلى العراق على رأس وفد كبير في زيارة تستمر ليومين، وذلك لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين، إذ انطلقت المحادثات من بغداد، حيث التقى باقري بعدد من المسؤولين العراقيين لبحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس للغاية تمر به المنطقة، حيث تسعى الدول المجاورة لتعزيز الاستقرار الداخلي وتقوية العلاقات الثنائية لمواجهة التحديات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، كانت القضية الفلسطينية محورا رئيسيا في كل المناقشات، حيث تسعى الدول لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. أرحب بكم وبضيوفي في الملف الأول، الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حياكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب بالسيد سمير شوهاني المحلل السياسي، سيكون معنا عبر سكايب من إيران، حياك الله أستاذ سمير. أهلا بكم. أهلا بكم حياكم الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك دكتور علي، بداية حدثنا عن أهمية هذه الزيارة، وبالخاص أنها الأولى بعد تسلم السيد باقر المنصب بالإنابة وبعد استشهاد الرئيس الإيراني السيد رئيسي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة وحياك من خلالك لمشاهدي قناة الأيام الكرام للضيف الكريم. ابتداء أنا أعتقد العلاقات العراقية الإيرانية ماضية من خلال يعني انتهاجها يعني مسارات محددة نابعة من مصالح الشعبين والبلدين. أعتقد الحكومتين حكومتا البلدين واعية لأهمية هذه المصالح، بالتالي أنا أعتقد لا جديد في ذلك، بالعكس ربما هنالك عملية تعزيز في هذا الإطار. غاية ما في الأمر تأتي الزيارة مثل ما تفضلتي حضرتك بعد الحادث الأليم اللي أودى بحياة السيد رئيس الجمهورية السابق السيد رئيسي رحمه الله ورفاق الموجودين معه في الطائرة المروحية التي كانت تقلهم، منهم وزير الخارجية الراحل، واللي بالتالي هذه أول زيارة إلى العراق من قبل وزير الخارجية المعين السيد باقري. بالتالي أعتقد جدول الأعمال سيتم فيه التأكيد على أبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والبحث في بعض النقاط اللي تحتاج إلى تطوير للعلاقات، وبالتالي سيكون هناك تأكيد على المعطيات اللي تحدثنا عنها. نعم، ولكن ما هي أبرز المحادثات اليوم؟ المنطقة تمر يعني بوقت حساس وصعب للغاية، وتعلم أن هذه التحركات تحتاج إلى بعد استراتيجي في العلاقات الدولية، فبرأيك ما هي أبرز المباحثات؟ نعم، بالتأكيد الـ يعني جدول الأعمال سيكون يعني متخم بالملفات المهمة ذات الاهتمام المشترك، ومنها فيما يتعلق في موضوعات يعني التواجد القطعات الأمريكية مثلا داخل العراق، هنالك أيضا العلاقات العراقية مع دول المنطقة ومنها العربية السعودية وتطورها، بالتأكيد ستكون هي أيضا موضوع للنقاش. لا. تطوير العلاقات البينية بين البلدين فضلا عن المعطيات الأخرى اللي يشعر البلدين بأنها بحاجة إلى عملية تنسيق. لا. للمواقف في هذه القضايا. طيب سيد شوهاني، أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك، ما هي الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها وزير الخارجية الإيراني بالإنابة السيد باقري لتحقيقها خلال زيارته العراق؟ تفضل. نعم، بداية
تحية لك ولضيفك الكريم السيدة جبوري وأيضا للمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الإيراني بالوكالة السيد علي باقري كاني إلى البلد الشقيق والجار العراق، هناك عدة قضايا، منها أولا الرد الجميل. يعني نحن نعلم بأنه عندما توفي الرئيس الإيراني السابق إثر تحطم مروحيته كانت هناك عدة وفود يعني من الجانب العراقي على مستوى الرئيس ومستوى رئيس الوزراء ومستوى رئيس البرلمان وأيضا على مستوى الأحزاب والتيارات العراقية من مختلف أطيافها، شاركت وقدمت العزاء للجمهورية الإسلامية. وكان حقيقة هذه الزيارة في البداية كان يعني رد على الجميل الذي قام به العراقيون من كافة الأطياف والتيارات السياسية. الموضوع الآخر فيما يتعلق بزيارة السيد باقري كاني إلى العاصمة العراقية هو فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها يعني من يمكن القول من أهم هذه القضايا هي التعاون الاقتصادي أو تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومنها ومن هذه المجالات التعاون الاقتصادي هو موضوع الربط السككي بين إيران والعراق عبر منفذ شلمشة الإيراني، ولإيصال مدينة خرمشهر الإيرانية عبر شلمشة إلى مدينة البصرة. هذا الموضوع المهم الذي يبحثه وزير الخارجية الإيراني بالوكالة مع الجانب العراقي. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالعلاقات، العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، هي الاتفاق الأمني الموقع بين إيران والعراق فيما يتعلق بإقليم كردستان وتنفيذ بنود هذا الاتفاق. من القضايا الأخرى أيضا موضوع وكما أشار إليه ضيفكم الكريم هو موضوع القضية الفلسطينية. نحن نعلم بأن المقاومة الإسلامية في العراق هي طرف فعال في مواجهة الكيان الإسرائيلي والتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نعم، دعنا نفصل سي شوهاني، دعنا نفصل ما تفضلت به، دعنا نفصل موضوع أربيل. دائما ما تتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتواجد عناصر صهيونية في أربيل في شمال العراق، هل تتوقع أن تحد هذه الاتفاقية الأمنية ومن خلال زيارة السيد باقري كاني إلى أربيل من تواجد الصهيوني من خلال هذه الاتفاقية الأمنية بالتأكيد؟ حقيقة الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كردستان السيد نشيربان بارزاني قبل شهر حقيقة كانت زيارة ناجحة، وكان هناك حقيقة اتفاق في المواقف بين الطرف الإيراني والطرف العراقي الكردي، أولا فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وأكثر من ذلك كان هناك يعني اتفاق بين بغداد وأربيل وأيضا طهران. يعني الاتفاق الذي كان بين طهران وأربيل هو عبر بغداد بالتأكيد. لا. حتى فيما يتعلق بتنمية العلاقات الاقتصادية، لأن أكثر من مسؤول إيراني أكد خلال الأشهر الماضية بأن الجانب الكردي التزم حقيقة إلى حد كبير ببنود هذا الاتفاق، ومنها وإخلاء معسكرات الجماعات الانفصالية وإبعادهم عن الحدود الإيرانية العراقية. ولكن فيما يتعلق بالعناصر الصهيونية حقيقة لم يكن واردا مباشرة هذا المصطلح في الاتفاق الأمني بين إيران والعراق، ولكن إيران لطالما حذرت حقيقة بأنه هناك عناصر صهيونية تأتي في غطاء تجار أو في إطار يعني قضايا ثقافية أو ما شابه، هم يتواجدون في إقليم كردستان وإيران. أكثر من مرة حذرت
من هذا الموضوع. ولكن يوم غد إن شاء الله أيضا وزير الخارجية الإيراني بالوكالة سيزور أربيل. نعم. لإجراء مشاورات مع رئيس إقليم كردستان وأيضا رئيس وزراء إقليم كردستان. نعم. إذن دكتور علي، فصل الأستاذ شوهاني ثلاثة نقاط، هي الربط السككي عن طريق منفذ الشلافجة والقضية الفلسطينية والاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجمهورية الإسلامية وبين أربيل. سؤالي، كيف ستسهم هذه الاتفاقية الأمنية في تهدئة الأوضاع في المنطقة؟ يعني بالتأكيد هذه من الشواغر المهمة اللي كانت حقيقة تعكر صفو العلاقات العراقية الإيرانية. كانت الجمهورية الإسلامية تتعرض لعمليات إرهابية سواء بالقصف أو من خلال عملية دخول العناصر المندسة من هذه المناطق إلى داخل يعني إقليم الجغرافي للجمهورية الإسلامية، وتعمل عمليات إرهابية وتساهم في عملية يعني الإضرار بالاستقرار والسلم الأهلي في داخل الجمهورية الإسلامية. فبالتالي كان هنالك مثل ما تفضل الضيف الكريم قبل قليل تفاهمات على هذا المستوى بين الجمهورية العراقية والجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق في عملية الحد من نشاط هذه الجماعات، واتفقت بالاتفاق الذي وقع بين البلدين، واللي مثل ما تفضل الضيف قبل قليل كان هنالك زيارة للسيدة جرفان برزاني تم التأكيد عليها. أنا الحقيقة النقطة اللي أريد أن أؤكد عليها هي أن الحقيقة التزام إقليم كردستان بما تم الاتفاق عليه، أنا أعتقد هو فيه مصلحة للإقليم نفسه قبل ما يكون في مصلحة للجمهورية إيران الإسلامية، لأنه في نهاية المطاف هناك تحديات كبيرة تواجه إقليم كردستان، ومنها أنه كيف تساهم في عملية يعني عملية التكامل مع المركز، مع الحكومة الاتحادية اللي دائما تؤكد على أنه ينبغي مثل ما موجود في دستورنا أن لا تكون الأراضي العراقية يعني مصدرا لعملية الإضرار باستقرار وأمن البلدان المجاورة ومنها الجمهورية الإسلامية. أما فيما يتعلق في موضوعات العناصر الصهيونية، أولا هو لحد الآن حكومة الإقليم تنفي وجود مثل هكذا جماعات، لكنه حقيقة الأمر الواقع يشير بأنه هنالك حقيقة تواجد وإن كان يعني مغطى باعتبارات قد تكون تجارية أو دبلوماسية أو فيما يتعلق ببعض الخبراء الذين يعملون في إقليم كردستان. بالتالي أنا أعتقد هذا هو واجب حكومة إقليم كردستان، هي اللي هي حقيقة لا تدع الحكومة الاتحادية أن تعمل سواء كان جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوطني. لكن هذا مواجب الحكومة الاتحادية تواجد عناصر صهيونية وإن تعددت المسميات في إقليم كردستان؟ يعني تعرفين حضرتك الأمر الواقع في العراق، حكومة الإقليم يعني ترفض أن يكون هنالك عملية تدخل في هذا الجانب. هي في الجانب الاقتصادي هي ترفض والمالي ترفض تواجد يعني عملية التدقيق على السجلات وما إلى ذلك، فما بالك في موضوع أمني مهم مثل هذا، فهي ما تسمح لا لجهاز المخابرات الوطني. زين، هذا تعنت من حكومة إقليم كردستان لو إهمال من الحكومة، هو خلل في موضوعة طبيعة فهم الحكومة الاتحادية أو طبيعة صلاحيات واختصاصات الإقليم واختصاصات المركز. في كل دول العالم الاتحادية الحكومة الاتحادية لديها اختصاصات حصرية، ومنها اختصاص الأمن. اختصاص الأمن بمعنى أن لا تكون هنالك عملية فصل في الأمن بين بغداد والناصرية. نعم. والسليمانية. نعم. لذلك أنا أعتقد هذا الفهم إذا ما تم عملية يعني توضيحها بشكل كبير جدا، أنا أعتقد هذه كثير من هذه المشاكل. طيب. سيتم القضاء عليها. نأتي على الجانب الاقتصادي، ربط. نعم. السككي عن طريق منفذ الشلامجة إلى أي مدى سيسهم في رفض الجانب الاقتصادي العراقي بالفوائد؟ يعني حقيقة اللي يلاحظ سجل التجاري بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية يلاحظ بشكل واضح تصاعد هذا الرقم بشكل كبير جدا نتيجة للتجارة البينية بين البلدين، سواء كان في القضايا الاقتصادية أو فيما يتعلق في موضوع حتى في موضوعة الغاز اللي تمد الجمهورية الإسلامية الإيرانية العراق في موضوعة دعم الكهرباء أو تشغيل. نعم. الكهرباء. فبالتأكيد أن يكون هنالك عملية وصول سريع للبضائع في أو للأشخاص من خلال الربط السككي، هذا سيساهم في عملية تعزيز العلاقات التجارية في بين البلدين، ويساهم في عملية رفع الميزان التجاري بين البلدين لصالح البلدين. طيب. بما يعزز
العلاقات البينية في هذا المجال. سيد شوهاني، أسألك عن التحركات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق لوجود قواسم مشتركة لحل الأزمة في قطاع غزة، ربما التوصل إلى بعض المباحثات التي تسهم في إنهاء الحرب على قطاع غزة. نعم، فيما يتعلق بالعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 8 أشهر، يعني هناك تطابق حقيقة بين المواقف، في المواقف بين إيران والعراق، فيما يتعلق أولا بضرورة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية، والموضوع الثالث وهو حديث اليوم هو إنهاء العدوان على قطاع غزة. ونحن رأينا هذا التطابق في المواقف حقيقة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا خلال المؤتمرات الصحفية التي كنا نراها واليوم أيضا شهدناها بين وزير الخارجية العراقي السيد فؤاد حسين وأيضا السيد محمد علي باقري كني. فهناك يعني سياسيا هناك تطابق في الرؤى والمواقف فيما يتعلق، وأيضا حتى في المخرج للأزمة، يعني فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة وهو مستمر منذ 8 أشهر. إيران والعراق يؤكدان أولا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار أولا من قبل الكيان الإسرائيلي، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، وحتى ليس فقط من المناطق المأهولة. والموضوع الثالث والموقف المشترك الثالث بين إيران والعراق هو أن الفلسطينيون هم من يقررون مستقبل فلسطين، وأيضا وتحديدا مستقبل قطاع غزة. فهذا يعني بأن إيران والعراق يرفضان أن تكون هناك قوات أجنبية أو قوات لا يقبل بها الشعب الفلسطيني تحكم في قطاع غزة. طيب، وتريد أن تدير أمور قطاع غزة. هذا فيما يتعلق بقطاع غزة، يعني أنا برأيي وأظهر من الشمس بأن هناك يعني قليل نرى بأن يكون هناك بلدان مواقفهما متطابقة بالكامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. طيب، دعني أسألك عن التحركات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول الداعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هنالك الكثير من الدول العربية رحبت بهذا القرار، بل ودعت إليه على 3 مراحل. يعني دعنا نبدأ من المرحلة الأولى وهي إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة. هل هنالك تحركات مع الداعمين والراعين لهذا القرار؟ لاحظوا حقيقة يعني الدول العربية والدول الإسلامية يعني ما لديه هو أن تضغط على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بمحور المقاومة ودول محور المقاومة ومنها إيران والعراق. حقيقة المقاومة الإسلامية في العراق يعني تقوم بواجبها، وهذا حقيقة أداة ضغط على الكيان الإسرائيلي ليقبل بوقف إطلاق النار. وأيضا الجمهورية الإسلامية على المستوى السياسي على سبيل المثال، نعم، والتحركات التي تقوم بها هو حقيقة يأتي في هذا الإطار، أي وقف إطلاق النار. ولكن فيما يتعلق بالدول العربية أو الإسلامية، ولا أريد أن أخص بالذكر أي بلد إسلامي أو عربي، حقيقة بإمكانهم أن يقوموا بدور أكبر فيما يتعلق بالضغط على الولايات المتحدة. هناك دول عربية لديها علاقات تجارية واسعة مع الولايات المتحدة، وهناك دول عربية وغير عربية لديها علاقات أيضا سياسية ودبلوماسية وتجارية مع الكيان الإسرائيلي. بإمكان هذه الدول أن تضغط على الكيان الإسرائيلي، أن تضغط على الولايات المتحدة للقبول بوقف إطلاق النار، لأن المقاومة الفلسطينية أعلنت بشكل واضح بأنها تقبل بوقف إطلاق النار شريطة أن تكون هناك ضمانات مكتوبة ليلتزم الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار. ولكن الموضوع الآن هو الكيان الإسرائيلي أن يقبل عمليا وأن يلتزم بوقف إطلاق النار، وهذا لم يحصل بعد. إذن دكتور علي، تفضلت وسمعت ما قاله السيد الشوهاني.
يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ثابتين في مواقفهم على دعم القضية الفلسطينية. نعم. هل سيسهم هذا يعني المقاومة الإسلامية، ذكر السيد شوهاني في العراق المواقف السياسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضغط المقاومة على المصالح الأمريكية وعلى الكيان الصهيوني، كل هذه ستؤتي أكلها، خاصة أن هذه الزيارة جاءت في وقت حساس للغاية؟ يعني واضح، ولا حقيقة الموقف اللي تحدثت عنه والضيفة أيضا تحدث عنه هو خط المقاومة أو محور المقاومة واضح وفي مواقفه، وبدليل جزء مهم من صمود الشعب الفلسطيني مرد للدعم الكبير سواء كان الاقتصادي العسكري السياسي الإعلامي من محور المقاومة في هذا المجال، واللي حقيقة يعني شكل ضغط كبير على الكيان الصهيوني. لكن أنا حقيقة بدي أن أعقب على ما تفضل به الأستاذ سمير، مو اسمه نعم سمير، الأستاذ شوهر. سمير يعني الضيف العزيز هو تحدث بدبلوماسية عالية، يعني ما أعرف ليش حقيقة مواقف الدول العربية والإسلامية مواقف مخزية، وليست مواقف مخزية بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنه حقيقة على مرأة ومسمع منهم جميعا كأنظمة سياسية أتحدث مو كشعوب، هنالك انتهاك للشعب الفلسطيني، عملية تصفية يومية واستهداف للمدنيين وما إلى ذلك، وهم يتفرجون على الشعب الفلسطيني ولا يحركون أي شيء في هذا المجال سوى بعض العبارات الإعلامية اللي حقيقة حتى يعني قرارات الشجب أو بيانات الشجب اللي كنا نسمعها قبل ونستهجنها هي الآن لم تصدر منها لأنها تخشى من الهراوة الأمريكية. طيب. سيد شوهاني تحدث بدبلوماسية، أنت متجرد ربما من هذه الدبلوماسية، بكلمة واحدة كيف تصف الأنظمة العربية فيما يتعلق بفلسطين؟ الأنظمة العربية أنظمة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وباستراتيجيتها، أكثر من ذلك أنظمة عربية تدين بالولاء بوجودها في كراسي الحكم للولايات المتحدة الأمريكية ولغيرها من هذه الدول المتسلطة واللي حقيقة أعطتها شيك على بياض فيما يتعلق في عملية بقائها في سدة الحكم مقابل انسجامها في يعني مواقفها ومنها مع في القضية الفلسطينية. وإلا كيف نفسر مواقف هذه الدول، المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية؟ يعني كلها مواقف. أنت كأستاذ علاقات دولية، رأي الشعوب واضح وصريح، يعني رأي الشعوب تتحدث عن تخاذل وعدم حماية لأنه دماء مسلمة زكية تسال وتقتل يوميا تحت مسمى الإبادة الجماعية، لكن أتحدث كأستاذ في العلاقات الدولية، كيف تقرأ ما يحدث؟ يعني لا يمكن أن نقرأها إلا من خلال عملية هذا الحقيقة الارتباط المخزي لهذه الأنظمة بحيث ما تستطيع أن تتخذ أي قرار. لكن أستاذ عندنا قانون دولي وعندنا جرائم إبادة جماعية، أين القانون؟ أين الأمم المتحدة؟ أين مجلس الأمن الدولي؟ المجتمع الدولي، مجتمع بواقعية نتحدث، هو مجتمع الدول القوية، هذه الدول القوية القادرة على أن تفرض قراراتها. شوف الآن الاتحاد العفو روسيا الاتحادية عندما وجدت خطر كبير داهم على حدودها من قبل أوكرانيا كيف تحركت وعالجتها بالرغم من الآن يعني إذن تقصد أن القانون الدولي هو قانون الدول الكبرى تحت قياساتهم ومسمياتهم؟ نعم، أما الموضوع الأخلاقيات الدولية والقانون الدولي وما إلى ذلك هذه حقيقة هذه الدول لا تعيرها أي اهتمام لأنها تتحدث عن مصالحها الكبرى. نعم. مصالحها الاستراتيجية في هذا المجال. طيب أستاذ شوهاني، بصراحة كان يتسم السيد حسين أمير عبد الله رحمة الله عليه بالبعد الاستراتيجي في المحادثات وفي الحوارات، لكن سؤالي كيف تقيم اليوم أداء السيد باقري كني من خلال هذه الزيارة؟ نعم، حقيقة السيد باقري كني هو كان المساعد السياسي للسيد أمير عبد الله يعني، وكان الشخص الثاني في وزارة الخارجية الإيرانية، وهو يواصل بالتأكيد نفس نهج السيد أمير عبد الله يعني، ولكن حقيقة السيد أمير عبد الله يعني كان يتمتع ب يعني حقيقة تاريخ من الخبرة والتجارب الناجحة، لأنه هو يعرف السيد عبد الله كان يعرف الدول العربية
العالم العربي بشكل جيد وأفضل عفوا إذا قارنا بينه وبين السيد باقري. كان يعني السيد أبي عبد الله كان سفيرا في البحرين وكان أيضا يعمل في السفارة الإيرانية في العراق في بداية يعني حتى في زمن صدام، يعني وكان يعمل في السفارة الإيرانية إلى فترة ما، وأيضا كان يعمل في العراق يعني في السفارة أيضا، وأيضا كان مساعدا لوزير الخارجية الإيراني في شؤون الدول العربية وشمال أفريقيا. ومن هذا الناحية حقيقة يعني لديه سجل حافل في هذا الموضوع. السيد باقري كان أيضا هو يعني يعتمد النهج والسلوك نفسه، ولكن فيما يتعلق بالدول العربية هو لديه خبرة أكبر وأكثر فيما يتعلق بالدول الأوروبية، وخاصة نحن شهدناه كان يعني لاعبا رقما صعبا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. وآنذاك كان السيد سعيد جليلي هو الذي يقود هذه المفاوضات، هو اليوم مرشح للرئاسة، والسيد باقري كان مساعد للسيد سعيد جليلي. هل نتوقع زيارات أخرى من السيد باقري كوني إلى بعض الدول في هذا التوقيت أتحدث سيد شوهاني؟ نعم، ليس مستبعدا طبعا، حتى الآن لم يعلن رسميا، ولكن أنا يعني حسب ما سمعته بأنه أيضا سيكون له زيارات إلى دول خليجية في خلال الأسابيع القادمة. إذا دكتور علي، ربما ستكون هنالك زيارات لوزير الخارجية الإيراني باقري كوني بالإنابة إلى بعض دول الخليج، يعني كيف تقرأ رسم السياسة الخارجية الإيرانية بعد رحيل السيد عبد الله؟ يعني أنا أعتقد السياسة الخارجية الإيرانية ستبقى على ذات الثوابت التي انتهجتها الجمهورية الإسلامية في هذا المجال، خصوصا هي فتحت آفاق العلاقات البينية مع دول المنطقة بشكل كبير جدا، وبدأت علاقاتها تتحسن تدريجيا في عهد الرئيس رئيسي رحمه الله وكذا وزير خارجيته عبد الله يان. وشهدنا مثلا تبريد العلاقة الجمهورية الإسلامية مع المملكة العربية السعودية، مع دول الخليج العربي، مع تركيا، وفضلا عن العلاقات المهمة بين مع العراق. فبالتالي تزيد على ذلك حتى علاقات الجمهورية الإسلامية في محيطها الدولي، وبالتالي أصبحت الجمهورية الإسلامية تشكل رقم صعب في المنطقة. ولذلك أنا أعتقد وزير الخارجية الحالي يعني يباشر عملية الاستمرار في هذا النهج. هذا فيما يتعلق بالجانب الإيراني. فيما يتعلق في الجانب العراقي، هل تتوقع أن يرعى العراق مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الخليجية لترطيب الأجواء؟ يعني ممكن. العراق الآن يحظى بعلاقات أو بسمعة محترمة من الدول الإقليم ودول العالم، بما فيها حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة السيد رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة كانت واضحة في هذا المجال. فبالتالي إذا ما طلب من العراق أو أسند إليه دور في هذا المجال، أنا أعتقد العراق سيكون يعني سيباشر هذا الدور. لكن لحد الآن لم يكن هنالك أو لم تتوضح على الأقل إشارات لموضوع لعب العراق مثل هكذا دور. طيب سيد شوهاني، ما الخطوات التالية التي يجب اتخاذها من قبل البلدين وعني إيران والعراق لتعزيز هذه الزيارة والاستفادة من ثمارها؟ نعم، نحن بعد أسبوعين في إيران ستكون هناك انتخابات رئاسية، وبعد هذه الانتخابات يتحدد من سيكون حقيقة الرئيس القادم للجمهورية الإسلامية، وأيضا من هو وزير الخارجية. ولكن في شكل عام حقيقة السياسة التي اتبعها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي هو كان تنمية العلاقات مع كافة دول الجوار ودول المنطقة والدول العربية والإسلامية، ونحن شهدنا خطوات جبارة حقيقة في إعادة العلاقات الإيرانية السعودية، طبعا بوساطة عراقية، لأن كانت هناك خمس جولات للمفاوضات بين إيران والسعودية استضافها العراق. وأيضا هناك يعني حقيقة رسائل ترسل عبر ومحاولات وجهود تبذل من الجانب العراقي. طيب. لأيضا موضوع العلاقات الإيرانية المصرية. نعم. فأنا يعني ما أراه الآن بأن ستستمر حقيقة هذا سيستمر هذا النهج هو تنمية العلاقات
بين البلدين. طيب. الذي كان سابقا كان في المجال السياسي والأمني، اليوم يعني نراه في المجال الاقتصادي. طيب. والتجاري وايضا الثقافي. سي شوهاني، بسؤال خاطف واحاول ان استثمر معك هذا الوقت، من الرئيس المتوقع للجمهورية الإسلامية الإيرانية من وجهة نظرك وباختصار؟ والله حقيقة من الصعب ان نتكهن، ولكن المنافسة يعني اليوم بين ثلاث شخصيات، محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني الحالي، وأيضا سعيد جليلي الذي هو ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وكان رئيس الوفد النووي المفاوض قبل تقريبا 9 سنوات، وأيضا الشخصية التي قد تفجر مفاجآت هو السيد مسعود بزشكيان المحسوب والمنتمي يعني للتيار الإصلاحي. أنا بتقديري وهذا رأيي الشخصي بأن نعم. السيد قالباف والسيد جليدي والسيد بزشكيان هم يعني الأوفر حظا نعم. لينالوا هذا المنصب. شكرا جزيلا المحلل السياسي الأستاذ سمير شوهاني، كنت ضيفي من إيران، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الذكرى 10 لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحج الشعبي، لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن تضارب التصريحات في الآونة الأخيرة بين اللجنة المالية بشأن ملف التعيينات، فقد صرح بعض الأعضاء بعدم وجود تعيينات جديدة وضرورة إيقافها نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة، فيما أكد أعضاء آخرون أن ملف التعيينات لن يتوقف وسيستمر على النحو المخطط له. كل هذه التفاصيل في هذا التقرير مع الزميل شيبان سامي، لنتابع. مئات آلاف الطلبة يتخرجون من الجامعات والمعاهد سنوياً آملين بالحصول على التعيين الحكومي، لكن المفاجأة كانت صادمة لهم حول تضارب الأخبار بشأن غياب فرص التعيين. حسب ما ذكرت المالية النيابية إن جداول الموازنة لا تتضمن تخصيصات مالية لدرجات وظيفية. فإحنا شنو ذنبنا إنه قاعد نتعب وندرس وماكو انه يعني فرصه انه نتوظف بيها، فلهذا السبب حتى الدراسه يعني هسه اغلب الشباب صارت تبتعد عنها بسبب التوظيف اللي فقط المستثمر من هاي الشغله اصحاب المجموعات الطبيه اللي تكون لهم يعني تعيين بشكل 90%. نعم طبعا، اولا هذا القرار يعني ربما يكون غير مدروس بصوره صحيحه، لان هذا القرار راح يسبب تراكم بأعداد الخريجين، تراكم أيضا بأعداد اللي مقبلين على يعني الكليات، راح يسبب بنفس الوقت يعني إرباك للعمل، إرباك للشارع العراقي، راح بدل ما هم يعني اليوم يتناولون أنه في سبيل تصليح أو إعمار
يعني سلسلة التوظيف أو غيرها، أو يعني جاي يسبب لهم أنه هذا الأمر صار ترهل بالوظائف، لكن هذا راح يسبب لهم إرباك آخر وهو تراكم ويعني تكدس أعداد الخريجين. يشهد العراق تزايدا مستمرا في أعداد الخريجين سنويا، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة بينهم بسبب شحة التعيين في القطاع العام، وسط مطالبات بتنشيط القطاع الخاص بشكل أكبر تفاديا من اتساع رقعة العاطلين. لازم اكو بديل ضمن القطاع الخاص. انت القطاع الخاص مالتك الحكومي يقول لك انت ماكو قطاع خاص، مهمل من ناحيه الانتاج، من ناحيه الزراعه، من ناحيه كل شيء. انا من ضمن الطلاب اللي جاي اسدد قصص وعندي يعني خلل يعني حتى بالدفع، لذلك ما جاي اراعي الدفع مالتي انه ادفع 3 ملايين او اكو 5 ملايين توصل ل 8 ملايين الطلاب، وكل هذا مده 4 سنوات او 5 سنوات وبالتالي ماكو تعيين. ربع مليون خريج سنويا في العراق والموازنة الثلاثية خالية من الدرجات الوظيفية لمدة 10 سنوات، الأمر الذي يضع الشباب الخريجين أمام مصير مجهول. من العاصمة بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع السيد مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، حياك الله استاذ مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. بصراحه كيف تقرا التضارب في تصريحات اللجنه الماليه؟ قسم يقولون اكو تعيينات ولم تتوقف ولو لسنه واحده، والقسم الاخر يقول لك لا ماكو تعيينات. نعم، بدات حضرتك ورحب مشاهدي قناتكم الكرام. حياك. واقعا لا بامكان اللجنه الماليه البرلمانيه ولا بامكان اي احد او اي حكومه ايقاف التعيينات في العراق. ليش؟ لان هو المتنفس الاقتصادي تقريبا شبه الوحيد امام الشباب العراقي. هسه الخريجين هذول بنسبه 90% متنفسهم التعيين، وغير الخريج احنا عندنا شباب يدخل سوق العمل غير الخريج بنسبه 40% 30% زين يبحث عن التعيين في اللجنه الامنيه وغيرها. ليس بامكان الدوله العراقيه ايقاف التعيينات نهائيا. ليش؟ لان ما عندنا قطاع خاص احنا. فبالنتيجه هو مو موضوع اختياري لاحد، حتى اختيار انا اوقف التعيينات ماكو هيك حكي، هو موضوع اجباري. ليش اجباري؟ احنا القطاع الخاص مالتنا منهار، وكان عندنا حتى قطاعاتنا اللي هي قطاعات المفروض منتجه بها مشاكل. يعني اليوم حضرتك قطاع الصناعه في العراق، قطاع هذا شبه معدوم. زين قطاع السياحه في العراق، احنا بلد سياحي لكن تنظيم للقطاع، فنادق، طرق خاصه، شركات سياحيه ننظم امورهم، هم ماكو، مو عندهم هذا القطاع. زي. قطاع الزراعه، احنا بلد زراعي، شركات الزراعيه مالتنا ضعيفه جدا حقيقه. صحيح. العام حذفنا 5 مليون دونم من الخطه الزراعيه مالتنا زين بسبب عدم وجود اتفاق مع تركيا. يعني هسه الحكومه ما تقدر توقف التعيينات؟ لا بامكان الحكومه ولا غير الحكومه. زين لعد والحال يعني لا. سنويا ربع مليون خريج، هذول كلهم خريجين، والرواتب بدها تاكل تقريبا اكثر من ربع الميزانيه العراقيه. نعم. زين اكثر من النصف. اكثر من النصف. نعم. زين والعمل؟ العمل بكل بساطه احنا الدوله العراقيه قاعد تكمش ثروه ضخمه. زين يعني ميزانيتنا هاي السنه 210 تريليون. زين لا هي الدوله قادره تصرف 210 تريليون، واذا صرفت 210 تريليون نصت انباق. العام احنا 199، الدوله صرفت 142 تريليون. يعني 60%، سنة 210، إذا الدولة وصلت 150-160 تريليون مبالغة، وقد تظهر السرقات بعدين حقيقة حدث ولا حرج، نحن يعني دولة الفساد عندنا عالي. زين. فعملية الإنفاق الكبير تؤدي إلى سرقات شنو؟ كبيرة. فبالنتيجة احنا طالبنا بثلاث موازنات حتى يتفعل القطاع الخاص، القطاع الخاص والف. أنا أروح أفتح معمل هنا، أنا دعمت من شنو؟ هذا حكي، احنا نحتاج إلى قطاع خاص ضخم. شلون أبني؟ موازنة الدولة ردنا موازنة الدولة رواتب مديونية وبرامج محددة عند الدولة. يعني السنة الدولة تركز على الصحة مثلا، على الخدمات محددة، ما نرجع نفعل مشاريع التخطيط اللي هي بالآلاف وندفع 45 تريليون لمشاريع ما تكمل. طالبنا بموازنة بهذا الشكل 130-140، وطالبنا بموازنة خاصة بالاستثمار لتنظيم القطاع الخاص 40-30 تريليون. هاي شنو 40-30 تريليون؟ هاي سنويا الدولة تخليها تعالي يا مدن صناعية، تعالي يا هيئة السياحة والآثار، تعالي يا كل محافظة عندش معادن، عندش صناعات، تعالي أنا يقول لي ليش تردي بنية تحتية، كهرباء استثمارية، طريق استثماري، تنظيم مدينة صناعية، مدينة اقتصادية، شنو تحتاجي أنت؟ أنظم لك بنية تحتية وبعدين أجرها أنا المستثمر. هنا بدل ما نسوي بالسنة 4-5 مصانع، قوم نسوي بالسنة 11,000 12,000 مصنع. زين. ونبدي نحمي المنتج.
موازنة ثالثة جزء الآخر من الموازنة، طلبنا بموازنة قروض. اليوم احنا السوق ما بي قروض، ما تنضخ لقروض، قطاعات كلها متوقفة. مصطفى بصراحة اليوم المواطن متحير، يشوف هذه المشاريع العملاقة اللي جاي تفتح ومعامل الصب وغيرها وغيرها، ويقول لك القطاع الصناعي إن شاء الله راح يتنشط، لكن مو خلال هاي السنة، في 3-4 سنوات قادمة. والمواطن يسمع يقول لك نسبة البطالة قلت والمصانع بدأت تنفتح، ويقول يا الله ويتعشم خير وراح تنطي قروض للمواطنين. بس حضرتك أنت تقول هذه غير فعالة بالنسبة للقروض، يعني اليوم المواطن بقى بحيرة، لمن يصدق بصراحة؟ لا هو يصدق الواقع، البنك المركزي صار له سنة ونص ما معطي قرض واحد. زين، أصلا مبادرات البنك المركزي 18 تريليون حركت السوق 4 سنوات وقفوها وقالوا بعد لا حد يحكي بيها. هاي بالنسبة للمبادرات، مبادرات البنك المركزي 18 تريليون، حركت الصناعة 15% صار عندنا صناعة داخلية، حركت قطاع الإسكان، حركت المشاريع، السوق صار له 5 سنين يشتغل على مبادرات البنك المركزي 18 تريليون، مبلغ بسيط جدا أمام الموازنات الضخمة. لا ليش وقفوا؟ خطأ بالتخطيط برأيي، تزمت بالآراء، فبالنتيجة هذه الأفكار أدت إلى توقف، وهسه رجعوا وقالوا لا احنا ما راح نستوفي الأقساط، راح نرجع نضخها. يا أخي هي أصلا هاي المبالغ هي قليلة. أصلاً أنت أمام موازنات وأمام اندثارات بالتريليونات، هاي أصلاً مبالغ قليلة. وشوفي حضرتك لما المواطن لزمها صاركوا شقق، صاركوا بيوت، صاركوا معامل، لكن لما الدولة تسوي دورتها بالفلوس وتروح المشاريع إلى الفاسدين وتريليونات ومشاريع متلكية ومشاريع ترجع، كل شيء ما يشوف المواطن. كهرباء احنا بيها مشاكل، صار في كذا تريليون وما رجعت. فبالنتيجة أنا مع أن احنا ناخذ الفلوس نشوف المواطن وين الخلل. خلل بالبنية التحتية، نسوي له بنية تحتية. ما عندنا مدن صناعية، سوى مدن صناعية. القروض اللي انطتها وزارة الصناعة للمواطنين بقيمة 20 مليون هذه ما راح تحل من الأزمة شيء؟ 20 مليون؟ احنا ست فرح خلي تكون واضحة الأمور، احنا ما عندنا خلل بالقطاع المكروي. زين، احنا الآن السوق مشبع من الأعمال المهنية الصغيرة، أصلاً بدنا ندرس حالة يسموها الأعمال التنافسية غير المجدية. زين، يعني صار بالشارع الواحد 6-7 حلاقين. وهو حقيقة يحتاج الشارع حلاق واحد أو حلاقين، صار بالمكان الواحد حقيقة يبيعون مثلاً فواكه 4-5. صحيح، هاي الأعمال المكروية من تبدي تتضخم بهذا الشكل اعرفي أن أكو خلل بالعمل. احنا شنو اللي متوقف عندنا؟ متوقف عندنا اللي هي الطبقات الوسطى من العمل، المعامل وشركات التوزيع، متوقف عندنا الطبقات العليا اللي هي شنو؟ معامل الكبرى، المصانع الكبرى، المدن الإنتاجية، المدن الصناعية، هذا المتوقف عندنا. طبعا ذني توقفهن ادى المواطن اما يروح يتعين بالدوله اما يفتح له مهنه، المهنه ما قادر حقيقه في اغلب الاماكن صارت غير مجديه، لان صارت المنافسه كلش عاليه. في مبادرات الرياده او مبادرات المشاريع الصغيره 2% نجحت. ليش؟ لان حقيقه تنافس عالي، وهذا شاب ما عنده خبره، خبره بسيطه وامام تنافس عالي بالسوق. مبادرات الرياده في كل العالم هي الافكار المميزه الصغيره وليس لكل الافكار. لكن احنا انطينا قلنا بركة تمشي الامور، ما مشت، اغلب المشاريع فشلت. زين، هسه الموظفين في دوائر الدوله هواي استاذ مصطفى، يعني عادلون 5 اشخاص وربما اكثر لكل فرد عراقي واحد غير موظف. طيب حضرتك تقول ما ممكن الحكومه توقف التعيينات، فرضا انها وقفت التعيينات، شنو اللي راح يصير؟ لا ما ممكن، احنا عندنا خلل بنيوي، عندنا 10 مليون عاطل عن العمل. زين، 5 مليون قاعدين بالبيت تقريبا، الدوله تعطيهم رعايه اجتماعيه. كل واحد 275,000، الجزء الأكبر منهم هو عاطل عن العمل تحت هذا المسمى. طبعاً العمل والرعاية الاجتماعية، أما ما عندك عمل يطوك، أما مثلاً حالة اجتماعية مثلاً أرملة مطلقة مثلاً، إحنا أغلبها الأغلبية 90% شنو؟ عاطل عن العمل، قاعد بالبيت ويستلم 275 وما مكفيته وحقه. فبالنتيجة إحنا معترفين بخمسة مليون وده ندفع لهم بالسنة 27 تريليون، وحقيقة هو ما فرحان بيها أو مكفيته، يقول لك أنا لي شغل، تعال اعطيني شغل. فهذا خلل بنيوي ولا مو خلل بنيوي؟ انا 5 مليون واكو 5 مليون ثانيه غيرهم كل شيء ماكو. هذول العش شنو؟ اكو 10 مليون عاطل عن العمل، احنا القادرين على العمل 25 مليون، 10 مليون منهم غير يعملوا، 15 مليون بين الدوله وبين القطاع الخاص مطلعين شغل. زين، شنو مشكلتنا بالقطاع الخاص؟ نسمع من المسؤولين راح يدفع على القطاع الخاص، لكن كل شيء ما نشوف على ارض الواقع دائما بيتلكم. ما بي بنيه تحتيه، بنية تحتية، قطاع الخاص واحد يجيب له معمل يشغل 4000 واحد. زين، اولا المعمل هذا يروح يبنيه وحده بالصحراء ما منطقيه. زين، طريق للمعمل ماكو، زين كهرباء للمعمل ماكو، اجازه يطلعها قوانين باللتي واللتي. هسه يجوز الدوله تقدر تعالج الحاله القانونيه، قاعد تدرس الدوله هذا الشكل. زين، هاي كلها معوقات. زين، عوفش من هاي كلها تمويل، قروض ماكو. فبالنتيجه احنا القطاع الخاص سوالف عندنا بالدوله العراقيه، وصملك علي هاي.
لما يجي المستثمر عنده فلوس بس وخو ما كلها من عنده، لا اكو مدينه صناعيه، لا اكو طريق استثماري، لا اكو مجال، لا اكو بنيه تحتيه، لا اكو كهرباء، حتى كهرباء راح يجيب له محوله، هذا احكي المشاريع الكبرى، يحط له كابتا 40 50 مليون دولار بس حتى مولده، وفوق كل هذا ما نحمل منتج، كردستان فاتحت لنا اياها 21 منفذ غير رسمي، فبالنتيجه هذا يا حقيقه هذا سوء تخطيط، فساد اداري، اهمال. دوله حقيقيه تفعل القطاع الخاص ماكو، دوله قاعد تجيها فلوس من ايرادات النفط الضخمه، تشوفها حلوه تدخل الخزينه وظل تصرف براحتها. قطاع خاص ويزعلون فلان ويزعلون فلتان وهذاك يحب سوق. القطاع الخاص يحتاج دولة، تعال انت شلون تهرب البضاعة، تعال سد المنافذ، تعال اعطي اجازة، تعال اسوي لك طريق استثماري، هاي الفلوس ما بيها فساد مقبوق. هذه هسه المشاريع الضخمة اللي جاي نسمع بها، معامل ومصانع وطريقة تنمية وربط السككي، كل هذه الامور هذه هل بالفعل ساهمت بامتصاص الايدي العاطلة عن العمل؟ اكو معامل قاعد تفتح مصانع لكن نسبتها ما تتجاوز تحت 1%، انا اقول مو نص بالميه ولا ربع بالميه، 25% من حاجه العراق لهذه المعامل. يعني مثلا افتح لك معامل مال الشكر واحد مثلا، افتح لك مثلا 5 معامل مثلا مال ملابس، افتح لك 4 معامل بتروكيماويات، وانت تستورد مال ملابس تحتاج لك 10,000 معمل اخر، بتروكيماويات تستورد يحتاج لك 4,000 معمل اخر، انت مثلا الشكر يحتاج في 300 معمل اخر، هيك بهذا الشكل. يعني احنا بدنا نفتح اجزاء من 1%، مو 1% من احتياجاتنا، فيحتاج لنا بنيه تحتيه للاستثمار حتى يصير عندنا تفعيل حقيقي. على هذا الوضع الاقتصادي لا قدر الله لو هبطت اسعار النفط، الوضع الاقتصادي في العراق شلون راح يصير؟ اول شيء عندنا مشاريع مال وزاره التخطيط كل سنه 45 تريليون يطلعوهن يوقفوهن. هذا ان كل سنه اندثارهن 10 12 تريليون. يعني من تجي الفلوس ترجع راح يرجعوه نفس النمو، بس ما راح يرجعوه نفس القيمه، لا راح يرجعوه بقيمه فرق 12 تريليون. هاي اول شغله، يمشون نفسهم سنه سنتين الى ان ترجع اسعار النفط ترتفع، هذا يسووه كل مره، يعني حركه محسوبه مو جديده علينا. زين هسه الناس يعني تنتظر اكو تعيينات لو ماكو تعيينات، لان الحكومه اكدت قالت ماكو تعيينات. اكو عقود 150 الف في كل سنه، هاي العقود في كل محافظه نسبه معينه ب 300 ألف، نعم هاي تنطلق في كل المحافظات وهي مقرره في الموازنه ولم يتم التلاعب بها، عقود 150 ألف. اكو تثبيت راح يكون لاجزاء، تعيينات جديده اعتقد الطبيه وغيرها، وحمله الباركود اللي خاصه بالشهادات العليا، نعم دول موجود تعييناتهم. نعم شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي مصطفى حندوش، نورتنا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. اذا ختام الحصاد بموجز يلخص ابرز اخبارنا لهذا اليوم. رئيس الوزراء مصطفى السوداني يؤكد في ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي بأنها حفظت العراق وأعادت له الاعتبار بعدما استباحت العصابات الإرهابية مناطق واسعة. وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كيني خلال لقائه نظيره العراقي في بغداد يؤكد أن نظرة إيران والعراق تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة مشتركة. رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الخارجية الإيراني عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة العمل المشترك لتعزيزها. رئيس مجلس النواب الإنابة محسن المندلاوي يؤكد حرص البرلمان إقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحج الشعبي لضمان حقوقهم الكاملة. وزير الكهرباء يوجه بمعاقبة الموظفين في المحطات الثانوية الذين يتلاعبون بساعات التجهيز وإلغاء جميع الاستثناءات في توزيع الطاقة. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.